فاليوم عشان هيك حابين اليوم حول حماية الأطفال من العقاقير الخطرة والمخدرات. احنا استضفنا ذوي العلاقة وذوي الاختصاص طبعا مكافحة المخدرات في الشرطة والدائرة القانونية والبحث الجنائي وأيضا دوائر قانونية في الأجهزة الأمنية وكمان التنظيمات بكافة، وعندنا لجنة المرأة وعندنا كمان وزارة الإعلام، عندنا من الأوقاف وزارة الأوقاف، كمان من نشطاء في المجتمعيين. اليوم رح نتداول في القانون كيف حيكون، هل القانون هو كافي أم بحاجة إلى تطوير التنفيذ القانون، كيف الآليات، كيف ممكن إحنا نخرج بتوصيات إيجابية إنها تساعد في الحد من تعاطي المخدرات والتجارة في المخدرات، طبعا بالتعاون مع الأجهزة المختصة في هذا المجال. شيء بنشكر إخواننا في الهيئة حقوق الإنسان على هذه المبادرة بعمل ورشة بعنوان حماية الأطفال من المخدرات والعقاقير المخدرة. نحن دائما في جهاز الشرطة بتعليمات السيد اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة، وفي شرطة الكرم السيد العقيد عزام جبارة مدير شرطة الكرم، بتعليماتهم وتوجيهاتهم متابعة هذه الآفة الخطيرة. نعمل ليلا نهارا على محاربة هذه الآفة التي تضرب شبابنا ومؤسساتنا والتي تضر أمن المجتمع. دائما نحن في جهاز الشرطة نقوم بذل كل جهدنا لمجل محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تضرب فئات المجتمع، ونقوم من خلال عقد محاضرات توعية في المدارس في الجامعات، توعية الآباء المحافظ على أبنائهم، لأنه هذه الآفة بدأت تتكاثر في آخر اللحظات وتنتشر، وبالتالي إحنا جهاز الشرطة دائما نسعى ليلا نهارا في محاربة هذه الآفة الخطيرة.